استقبل معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفه رئيس المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه سماحه الشيخ روشان عباسوف النائب الاول لرئيس مجلس شورى المفتين لروسيا والاداره الدينيه لمسلمي روسيا الاتحاديه. ورحب معالي بالضيف مؤكدا اعتزازه بعمق العلاقات الثنائيه التي تجمع المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه بمجلس شورى المفتين لروسيا والتي تاتي في اطار ما تشهده العلاقات الثنائيه بين مملكه البحرين وروسيا الاتحاديه. من تطور ونماء وازدهار بفضل القيادة الحكيمة للبلدين الصديقين وعرب سماحة الشيخ روشان عباسوف عن سعادته باللقاء مشيرا إلى أن مجلس شورى المفتين لروسيا يعتز كثيرا بعلاقته الوثيقة